غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو، مساء الخير يا سعادة قوم لوس أنجلوس. ألو، أيوة مساء الخير يا فندم. أهلا حبيبي، مين؟ أهلا وسهلا بيك، الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. فكرتني بأبونا فلوبوس، يعني طريقة جميلة كده، الواحد بيحس كده بحرارة كده في التليفون يعني. مع سعادتك، أهلا وسهلا بيك. مع سعادتك الأستاذ وسام عبد الله من أمريكا، سعادة القمص. أهلا وسام. وسام يا فندم، مش أسامة، وسام. سعادة قمص أنجلوس، يعني حضرتك علم من أعلام الكنيسة الأرثوذكسية في انجلترا، وكنا عايزين حضرتك. الكتاب المقدس بيقول كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه من الرجاء. سعادة قمص الفاضل المحترم، كما تعلم هناك أكثر من 25 ألف مخطوطة للعهد الجديد. حضرتك عندك فكرة من كتاب هذه المخطوطة؟ عندي فكرة. ايه؟ مين اسم النساخ؟ يعني ناسخ اي مخطوطة؟ في 25 ألف مخطوطة، عند حضرتك فكرة على اسم اي شخص منهم من النساخ؟ هم الأعضاء اللي ساعدين لغاية النهاردة برضو، هم اللي كانوا بينسخوا وبيكتبوا هذه المخطوطات. يعني الأسماء غير معروفة. طب حضرتك بالنسبة لعلم النقد النصي، هل حضرتك قرأت فيه أو سمعت عنه علم النقد النصي؟ لا. طيب. لا صدقني، يعني غلبان بحبه وبخدم الناس وبجيبهم لمحبة يسوع. طيب يا فندم، عشان العلم بتاع النقد ما دخلتش فيه. طيب حضرتك عشان تجيب الناس لمحبة يسوع، يبقى المفروض حضرتك عندك علم عشان تقدر ايه تجيب الناس ليسوع، وانا غلطان يا فندم؟ طبعا مفروض. يعني المفروض. طيب طبعا. طيب يا فندم، الوقت هو علم النقد النصي هو علم خاص بعلم المخطوطات، بحاول يصل الى نص اقرب الى يكون من الاصل. الوقت يا فندم، علماء النقد النصي يقولون ما هي الحاجة الى علم النقد النصي؟ الاصول اللي كتبها التلاميذ غير موجودة، النساخ متعمدين التغيير للتصحيح، ثلاثة ليس هناك مخطوطان مثل بعض. طب يا فندم، اذا كان الاصل غير موجود والنساخ غيروا للتصحيح وما فيش مخطوطين مثل بعض، كيف نثق في صحة الجديد؟ لا 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 حبيبي، انت المخطوطات التوراتية غير الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يعني وصل الينا لا شك في الكلمة ولا في العرض. طيب سعادة قمص الكلام الينا عبر التاريخ عبر الاباء. طيب سعادة قمص انجلوس، دراسة الكتاب المقدس ده غير دراسة المخطوطات اللي انت بتتكلم عليها. المخطوطات غير الكتاب المقدس. المخطوطات موضوع تاني. في مخطوطات غير الكتاب المقدس. لا حضرتك بس عشان مسألة، انت بتقول مخطوطات غير الكتاب المقدس، امال الكتاب المقدس؟ يعني انا ما كنتش بتقول غير الكتاب المقدس. امال قلت ايه حضرتك؟ اتكلم على انت فاتح تلفزيون، فاتح عادي دلوقتي. لا يا بتكلم مين؟ اتكلم حد عايز يفهم، ولا بكلم برنامج، ولا بكلم تلفزيون، ولا بكلم راديو، ولا بكلم ايه؟ انا اسمه اسامة عبد الله حضرتك، وانا باحث في المسيحية. حضرتك بتقول المخطوطات غير الكتاب المقدس. لا استنى بس، استنى بس، اذا انت باحث في المسيحية، انا ما الشخص اللي بتاع دراسة وبحث عن المسيحية، يعني حد تاني حبيبي. طيب حضرتك، طب بالنسبة للاهوت المسيح، هل حضرتك ممكن تفيدني فيه؟ يا سعادة القمص، انت شوف حد تاني غير انا. طب ما انت حضرتك بتقول انت انسان مؤمن ان الرب يسوع هو المخلص وهو الرب، بس لكن عشان توصل للحقيقة دي لا يستطيع احد ان يعرف عارف ازاي. معلش، كلام جميل ان يقول يسوع. لا دي واحدة بس، دي واحدة يعني انت موهبة اللي انت حاول وتناقش. طب ممتاز، بتقول لا احد يسوع رب الا بدون جدا. طاع بولس ان يقول يسوع رب بدون الروح القدس؟ لا
ذهب الى هتعلم كان كافر بيسوع، ما كان بيؤمن يسوع، كان رايح دمشق قبض على تلاميذ يسوع ويحضرهم الى اورشليم، ما كان بيؤمن بيسوع، فكيف استطاع ان يقول يسوع رب بدون الروح القدس؟ حضرتك عشان تتاكد من الكلام ده ارجع الى اعمال ارجع لأعمال. يا حبيبي يا حبيبي، هو ده هو اعطى لنا الروح القدس ده؟ انت حضرتك بتقول لي الان لا احد يستطيع ان يقول، اسمعني هو الروح القدس، اسمعني بس، انت بتقول لا احد يستطيع ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. عند حضرتك لو نرجع لاعمال الرسل الاصحاح 9 يقول: واما شاول فكان لم يزل ينفذ تهديدهم وقتلهم على تلاميذ الرب، فتقدم الى رئيس الكهنه وطلب من رسائل دمشق الى الجماعات، حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجال او نساء يسوقون موثوقين الى اورشليم. الراجل رايح ما بيقول بيسوع، رايح يقبض على التلاميذ، وفي ذهاب وحدث انه اقترب الى دمشق، فبغتاه ابرق حوله نور من السماء، فسقط على الارض وسمع صوتا قائلا: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ الرجل الى الان ما كان مؤمن. فقال يسوع: انا الذي اضطهده، صعب عليك ان ترفس مناخس. فسال دقيقه بس، خليك هنا بس، خليك هنا بس. يسوع هو الابن ولا الاب؟ هو الروح القدس. يسوع هو الاب حضرتك بتقول يسوع هو الاب؟ طب مع احترام لحضرتك يا فندم، الكلام اللي انت بتقوله ده اسمه هرطقه هابيليوس. لا اسمعني بس، الكلام اللي انت بتقوله هرطقه مؤلمي الاب، لو يا الاب اذا اللي مات على الصليب حقا. والكلام ده مش بابا شنو ده، سجل على الانترنت وعلى اليوتيوب. يسوع ليس الاب، ولو قلنا يسوع هو الاب يبقى هو الابن. يعني انت بتقول بتختار اذا هو الابن او انت راجل عسل. يا عم عصام انت عاوز تحدد نفسه باللاهوت. اتفضل. مين يا فندم؟ مش انت؟ عاوز باللاهوت مش انت؟ طيب سعاده القمص الفاضل المحترم، انت ضرب لي عايز ايه؟ طيب انا اقول لحضرتك، انت حضرتك اسمك سعاده الاب انجلوس، خليني بس يعني سؤال شخصي اسال الله سبحانه وتعالى يديني ويديك العمر. يعني انت كم سنه بس لو تقريبا؟ يعني نعم، عند حضرتك كم سنه لو سمحت ناخد بركه؟ يعني تقريبا عمرك قد ايه؟ انت ضرب لي ليه اصلا؟ يعني انا مضطر اقفل السكه معلش. طيب انا اقول لحضرتك اللي انا اقصده يا فندم، انت راجل كاهن وراجل راهب وبتقول بيجيب الناس ليسوع، وانت اساسا ما انتش عارف الايمان، وبتقول شوف حد غيري هناك، ولا انت عارف في عصمة الكتاب ولا في الايمان. يا عم انا هقول لحضرتك يا فندم، انا هقول لك الكتاب المقدس كما وضع للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. حرام عليك تضيع عمرك في ايمان شيء انت ما انتش عارفه، انت مش واثق فيه. يعني حرام. انت بقول لحضرتك اهو، انا والله بشفق عليك، والله يشهد الله ان انا بشفق عليك. شكرا. راجع نفسك. مع السلامه. مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بقول لك بجيب الناس ليسوع الاول، بيجيب الناس ليسوع مسكين ما يعرفش حاجه. كان معانا نواة القمص من انجلترا، القمص انجلوس الانطوني من كنيسة يوحنا بانجلترا، كنيسة يوحنا الارثوذكسية بانجلترا. القمص انجلوس الانطوني من كنيسة يوحنا الارثوذكسية بانجلترا. مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، كبير، كل قلب مسلم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جاء
جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.